الوناسة والمرح أطياف ألوان الفرح والصدر بالجمع انشرح ما راح لم ولا سرح لزارها هم وترح كل كلا كل كلا كل كلا كل كلا كل كلا كل كلا قد قيلت خلص علينا خلص علينا طولت أنت طولت تخلي شوية أكتب رسالة خلنا نسمع صوت بلا ترى كذا كنت كنا بتقطف الجوال هذا لا كنت تشغلنا انت بعد ما تشغلنا دقيقه ساعه وقعد تكتب لي تغريده دقيقه خلني اكتب ما قبل كم حرف اعوذ بالله اللي شوفك الحين يقول عندك متابعين توجهك قلنا اخلص ايه ترى ايه انا بصور سناب بعدين انت تبدا بعدين تسجل شو اسمه واتساب صوت خلاص اللي تبي اي موضوع تبي تتكلم فيه خذ راحتك اخلص علينا انت انتهيت ولا باقي قبل دقيقه خلاص راحت راح تغريده ايه راح جيبه عطى لا يطيح جوال يطيح لا يطيح منه والجوال والله ناس ما تستحي عبد ما نسحي عشان على الجوال عطتك وقتك صح ولا لا قبل شويه ما عطيتك وقت انا هذا الوقت تكلم يا حاج 140 خلاص شغلنا سناب انا والشباب في الملحق سلام للجميع اللي يتابعونا اتصورنا انا معك خشبك الصوره انا ولا هذا فيديو شوفوني لحظه دقيقه هذا خوي ابو حمد ابو حمد ايه ابو حمد مسي عليكم بالخير ابو صالح شوفوني خلص الفيديو خلص دقيقه ما تقعد على كده هو مش دخل يلعب هو 10 ثواني هو 10 ثواني مثلا ما تكلم زي القطع لحظه دقيقه ابو حمد خوي ابو صالح ابو صالح شوفوني ثواني لا يقول فرش اسنانكم لا يا جماعه مسواك معي خلص الفيديو قضاء اي ابو حمد خلاص يكفي رسائل عخاص واجد سجل الجروب اللي عندك انت في الواتساب سجلهم ارتسال خلاص راح لا تبكي يا اخي لا تبكي تحزننا معك صراحه يعني الشوده ذي حلوه اللي قلتها دائما احب اسمعها قلبي الله يسمح بس فيك كل مواجع فينا فيك كل مواجع خلاص يا ابو حمد خلاص انا فاهم عليك اقول لك يا ابو ضاري اسم وش صار علينا اليوم ما انا قلنا بنروح نقدم اوراقنا وبنروح خلاص شغلاتنا انا داري هذا اللي اتفقنا عليه لكن ولدك ذا ابطا علينا ترى ادنا عليه قبل شوي ما تاخر دق عليه الحين خلص اسمع ترى يقولون اليوم ترى لازم نجيب بكر عشان التقديم وترى ابطينا فعلا والله نبي نبكر نبكر وين ورقه طاحت مني حقت المعامل بدري وضع بلو ورقه الله تضيع ورقه بطل فيه انتبه خانتك على ولدي إيه لا موجود بلا تشوف بلا حصلته؟ ليك حصلته؟ قلمي طاح كان هنا قبل شوي بلا شغل السرك ذا ما تخليه كل ما طاح القلم اخذته دق على ولدك خلصنا الو صالح الو صالح الو وينك يبا ها وينك يبا وينك عند شو عندك يبا قريب وين حولي وين
في الصيدلية ابوي في الصيدلية تعبان اكحكح في الصيدلية. وش صيدلية؟ ما تعرف عندنا خبر ان عندنا موعد راح نقدم فيه اوراقنا. ها؟ طيب طيب ابوي خلاص جبه جبه هذا مشاوير جبه خذ كلمة جبه 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 خلاص ما اعرف الا انا. الو 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 ايوه يا ابوي مالي ابوك عساك البلا وينك؟ عمك ابو ظهري عمك ابو ظهري لا 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 عمي ابو ظهري وينك فيه وينك؟ ها؟ اقول وينك وينك يا بلا ادبش وينك؟ الله انت مشكله. افا شو اسمه الصيدليه؟ صيدليه؟ ايوه ايوه ايه صيدليه. ها؟ وش ايديته؟ انا تعبان شوف كيف اكح. شوف 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 كيف اكح شوف شوف ايه طالع فيها بس ايه تكح تكح. ها؟ ايوه ايوه ما تعرفني؟ اقول لحظه لحظه ابو صالح ها؟ وش يقول؟ يقول وين كان فيه؟ الو صيدلية؟ الو لحظة بديت اكشفه اصبر. الو اقول يا ولدي يا ما شاء الله من اللي جاب الجول الاول؟ ها؟ الجول الاول من اللي جابه؟ جول ايش؟ ما شاء الله تبارك الله هدف عالمي شفناه ما شاء الله. ما فهمت ايش تقول؟ اقول صوت التشجيع اللي عندك ذا وش هو؟ وش هو؟ ها؟ صوت تشجيع تشجيع عندك يا عم. ما في انا في الصيدلية ما في تشجيع بس انا سامع الصوت. انا عساك اللي ما تعود كان سامع الصوت. انا سامع في بدني سامع. طيب خلاص 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 خير يلا 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 اجيكم اجيكم خير ان شاء الله. وش يقول لك؟ ولا ذا الصوب. ايه تدري ايش يقول؟ وش يقول؟ يقول انك كان في الصيدلية ايه سمعت واكتشفت ان في صوت تشجيع عنده. الولد راح الملعب لا يضغط عليه مسوي ذيب مسوي ذيب علينا عندنا. الله يسلمك. قايل لا تروح. انا قايل لا تروح. اذا تروح ورا المشوار متاخرنا ورا وكيف الحين من بنروح من بيودينا؟ تودينا دراهمنا يا حبيبي لا ذل نفس الله فهم هذا. طيب انت طيب ابو حمد متضايق متضايق. وش يقول؟ يقول كل ما رحنا ايه بسياره ونبغى نوقف اماكن حقت ذوي الاحتياجات الخاصه الا واحد الواقف ما هو معك. هذه مشكلتنا احنا ما خصصونا ما حطونا مكان خاص فينا. حد لقينا نمشينا يعني الطريق مكسر ولا نطيح ذاك الحفير ولا ما عرفنا. بلا 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 والله انك صادق والله ما ينفع مع الشغله ذي. يقول ودك ان في رقم موحد عشان البلاغات ويعطونهم مخالفات هذول اللي يوقفون في اماكن ما تخصهم. والله نقصاز ما عندهم رقم. هم حطوا لهم رقم والله ودنا ابو حمد حطوا لهم رقم ولا باقي هم يقول احتريني ما حد لمك. يقول هذا الرقم المشكله هنا يا اخوك. وش مشكلته بيه؟ ودنا بس لا رحنا سوق ولا مكان ولا يعني دائره حكوميه نحصل البيئه مهيئه لذوي الاحتياجات الخاصه. والله انك صعب اني اتعكز واني اتعجز اني اطلع ذاك الدرج ويحطيني بالدور الثاني ما ما يدرى عنا. اقول قبل امس يوم اني طلعت دقيت عليك قلت لك بروح بشوار وبرجع. ايه مشيت في الطريق والله يا ابو حمد اني ماشي في الطريق وما لك في الطويله. يوم مشيت يا ابو هضاري ايه مشيت في الطريق مشيت بلو. مشيت بلو. مشيت بلو. مشيت مشيت بلو. وصلت على الشارع العام ايه وانا واقف احتري الاشاره عشان خط المشاه وبمشي ومعاي العصا زين ايه ويجي واحد من جنبي يمسك يدي. مسكك؟ مسكني يدي. بلو بلو بلو. الله يجزاه خير بيدور على الطريق. يوم شفته مسك يدي. كيف؟ وبعدها ثم يمسكه وارجفه واجلده واجلده لين عرف لين عضرر. ابو ظهري؟ هو مو انت طقته هو انا. يا ابو ظهري؟ نعم. انت تقول يوم شفته كيف شفته؟ وانت ما تشوف؟ شمت ريحته. ايه قل قل ريحته. ايه شمت طاق متعطر بعطر نشين الله عليك كملي. ايه بك طويلة. المهم يا طويل عمر السلامة ايه وجلده والعلم تفرع خير ان شاء الله. شافيني نقص عشان تمسك بيدي معايا عصاي تقودني خير ان شاء الله. شتبي انت صاد ناس ما تستعي والله نصد انهم يحسبون انه ما نشوف يحسبون انه عصاي يترحمون عليه. لا احنا ما نبي الرحمة منكم. احنا عندنا ندل الطريق نعرف طريقنا ونشوف اجي منهم مثلنا مثلهم ما بيننا بينهم فرق. الله سيف من يوم يشوف من علي يمسك يدي وخلاص تمسك يدي تمسك يدي عساك البعلات تمسك يدي يا بلا 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 ترى هم اللي يخرون عن معاملاتنا. يمسك بيدك يحن عليك يحسب انك ما تشوف يمسك شوي شوي بلا 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 بلا
والله انك صادق، والله انك صادق، والله صادق في الكلام اللي يقوله. يقول سبحان الله، الله اخذ منه شيء واعطانا، عوضنا في شيء ثاني. انت عارف، انت يقول ابو حمد القوه قوته القلب والعمى عمى القلب وعمى البصر. اي نعم، الحمد لله الله معوضنا خير وامورنا طيبه. والله اقول قرب قرب ابو حمد ذا والله طلع يطلع حكم مو بسهل. شافنا ابو حمد، ابو حمد خلينا الحين خلينا وقفنا الليموزين ونخلص معاملتنا ونرجع ونخلص امورنا. والله ناخذ الليموزين بلا تمسك، تمسك محمد متمسك ماسك هو دليلتنا. يلا يا ابو حمد قولنا الله يجزاك خير. ايه قل له على مالك ابو حمد. هو يدري انك تكسي. وين راح؟ وينك ابو حمد؟ لا يكون عقل. الله يجزاك خير جن. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. اقول زين انه معنا هو اللي دلنا على الطريق. ولدك ذا ودك من يجلده، لكن سبحان ترى ما احنا بحاجته. والله ما احنا بحاجته. والله العظيم مسوي ذيب على اللي يقول في صدرية. اي صدريته هو بالرجال المباريات. بشير بشير بس بشير. ابو احمد على مالك، ابو احمد على مالك. لا 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 نطيح، لا نطيح توقع. امشي. اقول وش الدبرة؟ نرجع لزولية زولية. ما احنا روحة؟ ما الظاهر، ما الظاهر، ما في مواقف، العالم زحمة. وش نسوي؟ خلي بكرة أبو وحمد. وينك وحمد؟ حمد سنة راح. أبو وحمد أنت اسمعه؟ جيب جوالك، جيب أقول جيب جوالك، جيب جوالك. وينه؟ جوالي؟ إيه دقيقة خلهم نصور سنابة نقول لهم احنا متابعين، نقول لهم احنا برايحين شو اسمه؟ وين؟ شغلتنا اللي بنروح لها. اي بقول لهم احنا رايحين على ما احنا واقف كم نروح واحنا في الملحق الحين. هذا اللي اخرنا يا ابو ضاري، هذا اللي اخرنا. كنا بنروح نتابع معاونه حكوميه والحين ما احنا رايحين خلاص هونا. ما في مواقف. عرفوا. اي خلصت سلامه، خلصت راحت. اي بس ما بدك تصور انت. ليه؟ خلصت 10 ثواني. وش يقول انت؟ ما صورني انا، ما اطلعي انت. اطلعك انا، اعطيك الموضوع بعدين اخليك خلفيه انت. خلفيه؟ ايش اشياء مزهريه انا؟ اصبر شوي خلنا نصور سنابه ثانيه. متابعين، متابعين خوي. شوفوني ابو صالح. هذا خوي انا. ابو صالح؟ يا ابو والله. خلصت، خلصت. ابو حمد، محمد جيد. الله شابك خلنا اقول وش من شغله، وش من علم عندك؟ صراحه مسوي لكم مفاجاه. وش هي؟ نعم والله جلستنا في الملحق هذه انها فيها خير وفيها بركه، لكن حنا والله ودنا يعني نسوي شيء، يعني عندنا قدرات ودنا نستغلها. اي نعم. وانا صراحه محضر مفاجاه ذي لكم من اول، قلت اذا رجعنا من الدار الحكوميه، لكن دام ما في مواقف بعطيكم المفاجاه ونتوكل على الله. زين ابشركم بشاره. لي فتره تعرفون الدولة الله يكتب أجرها ولا يحرمها الأجر، ما هي مقصرة تعطينا من ذا إيش اسمه احتياجات وذا الأمور وتسهلنا الأمور. ممتاز، الله كثر خيره. لكن المجتمع تعرفون المجتمع يحتاج وعي وثقافة. إيه نعم، يحتاج وعي وثقافة للمجتمع أنهم يدركون حاجة هذا الشخص. نعم، يعطونا حقوقه ويمنون احتياجاته. الله، فهم مقصرين. وفرت لي مبلغ بسيط، وفرت لكل واحد منكم هدية. انت يا ابو ضاري؟ اي نعم. وش هديته؟ سجلت كل واحد منكم وانا معكم ثالثكم في نادي رياضي. ابو حمد، وش نادي رياضي؟ كيف ندخل؟ وين؟ ما كل ما في امكانيات، كيف وش من النادي الرياضي؟ من قال لك؟ النادي الرياضي هذا موفرين قسم خاص لنا وفيه جميع الاحتياجات الخاصه بنا ومهيئينه تهيئه تواكب احتياجاتنا وظروفنا. اي نعم. خبر انت صار ذا؟ صار صار رجل خير الله يجزاه خير. الله يجزاه خير. شاف وضعنا قال خلنهم يترفعون.
يعني مضاري. نعم. يعني كريش كذي ما عاد مشايفينها. أول ما دخل النادي بنسدح على حق المشي ذا بنسدح. عندهم عندهم يطلعون السلام لك يا أبو حمد خاص لك. أبو حمد ذا؟ إيه. عندهم وش اسمه ذا حق الجري خاص باللسان. من يوم ما تحطها في لسانك على طول الحروف كلها تطلع. وراح. يلا بشيل 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 انا خلص الاشتراك. يلا يلا عجل 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 يلا 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 يلا. وبعدين اقدر يا اخي بلوفي وينه؟ يا مرحبا بالشباب حياكم الله يا علي. كيف الصحة؟ أموركم زينة؟ منسجم ها؟ أنا بنسجم المقطع الله. طيب العافية الشباب ما شاء الله تبارك الله. إبداع والله شغل. إبداع شغل ما شغل. هذا السيناريو. خل اللي مالك فيه هذا مو هذا سيناريو حق الشباب. هذا السيناريو اليوم. هذا حق اليوم. بقيده كذا قل أحبابه. رجع مكانه. رجع مكانه. أبشر. لا تناظرني بعين أناظرك بعينين. أنا ذاك أنا ثلاث عيون. أنا أناظرك بأربع. هذاك ست بكره حيكون في معنا خمس ولا خمس خمس يعني انا ناظرك بس هنا ولا ان شاء الله لازم عندنا احنا نبغى نجلس الى اخر نفس عندنا جلسه الوداع لازم نتوقع همك في ستار وقديم ما يخالف لازم نتوقع هنا نتوقع هنا علي بعد اللي شافه ما عاد هو معنا مره حياكم الله يا شباب. في معنا الاستاذ عبد الرحيم اليوم تعبان. الله يشفيه ويعافيه عبد الرحيم. طهور ونور عبد الرحيم ما تشوف شر. ما ترى باش يا ابو يزعلنا الشيء هذا. مرت رجالهم ومريض. لان امس تعبان. الله يشفيه ويعافيه. عبد الرحيم. روح ارتاح والله. اذا تحس تبغى راحه روح ارتاح شوي. شوف هم الله يشفيك ويعافيك عموما الله يشفيك. احنا معنا ضيف عزيز يا شباب. ترى باش يا ابو احمد. حبيبنا بنتعرف عليك بس سعد سعد المطيري نعم من دبي الاحتياجات الخاصة الله يحييك طالب جامعي ما شاء الله ولي مبادرات في المجتمع صراحة وأتمنى أني أصير لي بصمة في المجتمع ناشط اجتماعي ولي مبادرات كثيرة يعني ما شاء الله جميل الشباب اختاروا مقدمة اليوم تكون لها طابع أو عن موضوع الاحتياجات الخاصة السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سعد الطيري جزاه الله خير أيضا بيشاركنا هالجلسة وبنسولف ندردش معه وجزاه الله خير سليم هو اللي كان واسطة خير بيننا وبين سعد. الله يسعدك. تشرف. جزاكم الله خير وجزاك الله خير على حضورك معنا. أشكر سليم إنه أتاح لي الفرصة صراحة إني أكون معكم. شرف لنا. وشرف الله. شرف لنا. حبيب غالي والله. حبيب سعد وش اللي وش أنواع المبادرات اللي ودك إنك تقوم بها يعني أنت في المجتمع؟ أنواع المبادرات اللي بقوم بها هي يعني تكون يعني تخص المجتمع كذوي الاحتياجات الخاصة تهتم بها هذه كشباب يعني مبادرات شبابية نقوم فيها إحنا كذوي الاحتياجات الخاصة جميل. تكون يعني لها مبادرة جميلة لها بصمة جميلة حلو سويت شيء قبل ولا ما بعد لا أنا شاركت كمشاركة أما إلى الآن ما سويت مبادرة مشاركة مع مين كانت والله أنا شاركت في حملة مبادرة تطوعية كانت كسوة الشتاء ما شاء الله في شاركت فيها ووزعنا أكثر من رحتوا أنتم وين شمال المملكة وكذا ولا لا 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 في الرياض هنا الرياض إيه أيوه. الرياض حوالي الرياض كذا ما شاء الله وزعنا حوالي يمكن 70 كسوة ما الشتاء ما شاء الله الحمد لله ولي مشاركة في تبرعت في الدم ما شاء الله حملة ألف تبرلة يعني الحمد لله أبشر والقادم أجمل صراحة أنا في البداية الآن وأنا أطمح على أكثر صح هذه رسالة ضمنية أنهم حتى وإن كان إخواننا وأحبابنا الاحتياجات الخاصة أحيانا لهم عائق ربما يرى عائق جسدي لو جزئي لكن لديهم من النشاط والقوة والمثابرة والمواصلة والعزيمة والإصرار واليوم ايضا عندنا ضيف ولا يهون سعد عندنا ضيف ايضا المغرب سنستضيفه ان شاء الله تعالى يكون معنا ان شاء الله الامور برضو ترتبت صح ان شاء الله سليم ولا والله بينه وبين بينه وبين عموما على اساس لكن احنا نشرف كثيرا الحقيقه ان اخواننا يكونون بيننا اذا احد الشباب عنده سؤال سعد تفضل
احد الشباب يسال. لا بس انا عندي نقطه لسمح. تفضل. انا بدي اوصل رساله للناس، انا ذوي الاحتياجات الخاصه ما يمنح شيء، يعني يكون شخص طبيعي يجي يروح لا تراهم كنقص جسدي. اكيد لا والله ان يعني قاعدين نشتغل في المجتمع ومع الناس ونروح ونجي والحمد لله. يعني انا شفت ناس ذوي احتياجات خاصه لهم عزيمه لهم اصرار والحمد لله، يعني تجدهم احيانا اكثر عزيمه من السليم. نعم هذا اللي نبي نوصله للناس، انه ما في شيء يعيق اي هدف براسك راح تكون توصل له باذن الله بتوفيق الله والحمد لله. يعني احنا قاعدين نشتغل على خطه ان شاء الله راح تكون يعني جميله صراحه، كمبادرات اجتماعيه ان شاء الله الله يوفقك. انا مش اكون اكسر عينك. احيانا الاثر اللي يحدثه من يرى انه باحتياجات خاصه قد يكون ابلغ واعظم من الاثر اللي يقدم من الصحيح. اذكر قصه واحد يعني كان ما يتكلم وشاهد مجموعه من الشباب جالسين وفي مكان كذا عام، لكن شاف لاحظ عليهم صراحه الاسبال المزعج، في اسبال استغفر الله الله يتوب علينا مع انه كله نكره يعني، لكن الاسبال هذا اللي تقول استغفر الله من كان ثيابهم اللي مسافات يعني شيء فظيع يعني. وان كان السنه الصحيحه عليك السلام الله انك ترفعها فوق الكعبين. الشاهد فبدا بينصح فما عنده الا بعد الله الا هالاشارات يؤشر فقط. نعم. فكان يقول كذا بمعنى الى انصاف الساقين، يقول لهم كذا يعني انصاف الساقين هي السنه الصحيحه انصاف الساقين يا انصاف الساق. ثم قال وضع اليد بالإشارة فوق الكعب قليلا، قال كذا يعني هذا هو اللي يفترض كذا. ثم قال تحت وأشر تحت قال فوصلت الإشارة ووصل المفهوم لمن شاهد هالحركة وهو لا يتحدث. فنقصد فعلا احنا نستفيد منهم كثيرا، ونتيح المجال لكم شباب إذا أحد عنده سؤال يعني يشاركنا في الجلسة. تفضل أبو عابد. يعني الإعاقة الحديدية هي إعاقة الفكر وإعاقة المبادرة. أخونا سعد الله يوفقه ويسمع يعني الله آمين. وشاهدنا يعني تابعنا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي له مبادرات جميلة ما شاء الله، وأيضا له زيارات يعني للقنوات، وأيضا طرح الفكر الرائع اللي عنده. لكن سؤالي لسعد، هل يعني سعيته مثلا في فكرة يعني تسهيل بعض الأمور ذوي الاحتياجات الخاصة، مثلا زي الله يسلمك لها انت زي مثلا الطلوع مثلا عند الفنادق، محطات البنزين، البقايا، السوبر ماركتات، المدري ايش تبي نعمل كل شيء. عطني كذا اسمه سوبر ماركت الستات. سوبر ماركت الستات ايه سوبر ماركت بس ايه البقالة بس اجاوب ولا تفضل نبغى نسمع. والله سؤالك يعني احنا قاعدين الان يعني نسهل يعني عمليه نقل ما نقل يعني يكون يعني في وسائل خاصه المدرة السلم وتكون يعني المنزلقات نعم يعني يكون لها يعني اهتمام اكثر من الناس ومن في بعض المواقع ما يوجد لها مزلقات ذوي الاحتياجات الخاصة، فاحنا نوصل انه يعني يكون لنا مزلقات خاصة لنا في ذوي الاحتياجات الخاصة ليكون يعني اسرع واسهل باذن الله. بس ان شاء الله بالايام القادمة ان شاء الله نحسن الصورة باذن الله. باذن الله تعالى. طيب تفضل. صح شرفنا بوجودك هنا. والله انا سعيد فيكم شرف لي. شباب صح قالوا كلام جميل وانا عندي كلام بسيط وكل واحد على ما يراه. يعني انا ارى الاعاقه او الاحتياجات ما في لا اعاقه ولا في احتياجات. الاعاقه في الفكر، يعني مع احترامي للي يبنون مشاريع ولكذا، لان ما حط المدرج دليل انه ما عنده فكر اصلا، حتى لو نسي لكن يذكر. الإعاقة إعاقة فكر يا جماعة، والحمد لله كل الله الدنيا مصائب، وهذه تعتبر إيش من المحبة.
ان الله يحبه كذا، الله احب عبدا ايش ابتلاء. نعم يعني هذه ابتلاء يا اخي، كان احد الصحابه والسلف انه يقول اذا ما تعب او كذا قال فاني اذنبت، اكيد عندي ذنوب ان الله لا يحبني، يعني بالمجاز يعني ايش اني لازم ابتلى في الحياه. فانا اقول الله يكتب اجركم على ما قال صبركم لما واجهتموه من ايش من فكر ايوه معك لست نعم. انت صح صح هذا كلامك وكلامك سليم صراحه يعني شكرا صحيح كلام، وهذا اللي كنت أقوله صراحة. الله يشكرك. من الهاشتاج يقولون سعد المطيري من ذوي الاحتياجات الخاصة ويتمنى يكون له بصمة في المجتمع، ربي يوفقه يدعو لك. آمين. اللهم آمين، جزاهم خير إن شاء الله، إن شاء الله الله يكتب أجرهم إن شاء الله. يسألون عن إعاقتك، وش هي؟ إعاقتي يعني كنت بسأل السؤال هذا. يعني كانت من زمان يعني من يوم إني كنت صغير. كانت يعني أسباب يعني في المستشفى كذا. فالحمد لله الله كتب. الحمد لله كتبت الله احنا راضين فيها الحمد لله. الحمد لله يتم عليك. يقولون ما شاء الله هذا هو بالبداية، كيف بيصير بعدين؟ ما شاء الله بدايتك وذكرت بعض المبادرات يعني ما شاء الله. هنا برضو يقولون تفضل يا ميثان تفضل. وش سعد حياك الله. الله يحييك. الأمانة كلامك يعني في النقطة الأخيرة بخصوص الأشياء اللي تهم المعاقين لا تمعن النظر المزلقات والمواقف الخاصة ووسائل النقل وأيضا وسائل الترفيه لل... أنا سبق وذكرت أن عندي أخ أصيب بحادث وأسف كلمته يجي ولا ما والله يقول ما يمديني أو الليل بالليل ما مشكلة. طيب خليه يجي شرفنا عندي أزينك أخوك يعلمك الله. أنا عندي سيارة أجل أنا عندي سيارة. البدايات أنا كنت أوديه وأجيبه لأن كانت أثر الصدمة وعدم تقبل الأمر كان صعب، يعني كان صعب جدا يعني كنا يعني حنا متخوفين في البيت أنه يكون هذا شيء صعب عليه. فيعني لما يعني ربطناه بالواقع قلنا هذا مكتوب من الله. الله أكبر. يعني أنت سلم أمرك لله. أنت سلم أمرك لله يعني انت اللي تسعد نفسك، انت اللي تقوي نفسك. طب احنا بنساعدك بس انت الاول والاخير، انت اللي بتغير نفسيتك، انت اللي بتعيش، انت اللي بتروح، انت بتجي. هذا امر من الله، مو مني ولا من اي احد. فالحمد لله بدا بتقبل الامر، بدا يعني سبحان الله يعني يشعر انه خلاص يعني خلاص الان الامور تقبلها بصدر رحب خلاص يعني مشى فيها، تعرف على ناس، صاروا اصدقاء كثير من ذوي الإعاقة يعني، وراح وشارك وطلع معاهم وكل مكان يعني، وكلم أيضا محمد الشريف يعني بخصوص إنه يسوي له إعلان يوم الإعاقة، كان في يوم اسمه يوم الإعاقة العالمي. نعم. كان صورته موجودة على أحد البروشورات، كان عنده همة فراح وصوروه مصورين والكرسي وقيل كذا وعلى البروشورات توزع. هو عنده شلل نصفي من تحت. نعم. فنروح ونجي فنعاني من عدم وجود المنزلقات الخاصة، عدم يعني المواقف. يعني احنا ترى والله يا جماعة ملت الناس، احنا نعيد ونكرر نعيد ونكرر، بس لازم نعيد ونكرر عشان الناس تفهم، عشان الناس تتذكر كل شوي. يعني شفت موقف معاق، حتى لو انت ما في مواقف، لقيت مواقف معاقين فاضية تقول هي شكله والله ما هو محد جاي، معاق بيجي الحين والله وش تجيبه، وش تروح تلبك، فهمت؟ ف لا توقف، انت الله اعطاك الليل تقدر تمشي تروح تجي، حق بعيد يا اخي امشي. فكنت انا ودي اخوي واعاني واعاني، وقف بعيد وانزل ودف العربيه زفل، فكنا نعاني ما نلقى منزلقات ونلقى اهل الخير يمشون بالله سبحانك ويجوا يشيل يعني العربيه ونرقيها الدرج الثاني. فكان يعني مشاكل يعني اقرب اقرب من اشوفها الان
شبه منتشرة يعني في بعض المساجد الجوامع داخل الخاصة المواقف كان شكل في مواصفات بلدية وشيء نقول يعني العماير الجديدة فيها حتى طيب. حتى أماكن الترفيه الحمد لله نادر يعني إنه تجد كالكلا كل الوناسة والمرح أطياف ألوان الفرح والصدر بالجمع انشرح ما راح لم ولا سر والفي الملا جبل بخور مع الحلا في معسى قالت يا هلا اجلس معاها يا الغلا معونها خير امتلا كالكلا 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 ارفع الصوت يا اي اشرف سليم اقترب اول يوم يوم محمد فضل انت والمكان حدثكم العادية ليس المراقيق والله ما ادري ترى يمكن قال العادية هو هو طيب تمام ايش هو خلاص ايش سؤالك هو ايش ايش هو قلبي هنجي فايدك رب الحجات اللي بيجي شباب بس بس لون والله جد تعالي هنا جد والله إجازة أريح والله ما أدري إن زينة يا أخي والله خبر سعيد صراحة بغيت على إحنا ما تقول إحنا بالمواصل الحين أنا والله منك لا والله يا زين قلبي يا زين روحي أنت في مسلسلك لا لا والله لا في شيء القلم القلم هنا موجود ايش عندك بجيبك حق الورق ايش وكسري ماني فاهمك بالله تكلم شيء بالله ايش عندك وريني دقيقه ايش عندك ايش اللي بجيبك ها ايش اللي بجيبك اوراق اوراق خاصه يا وجيه يلا نبدا والله هو قايل لك من اول بعمر والله قايل لكم هو يا اخوان من اول الله يحفظكم بس نعود لسعد ثم انا مفتح مجال الشباب لان الوقت ضيق الان بنجلس خمس دقائق بالكثير سعد انا سالتك قبل على موضوع وذول جالسين يزيلون لي مرقوق ولا ما ادري راشد عموما عموما انتم ينطبق فيكم اذا كنت رايح كثر سعد انا كنت اسالك هل عندك موهبه غير موضوع المبادرات اللي انت المجتمعيه اللي تقول انا اعمل فيها سواء نشيد قصيد كلمات تلقي كتابه خط رسم لا والله بس انا احب القراءه جميل وقرات سيره النبي صلى الله عليه وسلم لان فيها قصص وفيها يعني عبر ومواعظ جميله صراحه تفيد الانسان واحب الكتب الثقافيه ما شاء الله واللي تفكر مدارك العقل والفكر يعني الله يحفظ علي تفضل بسم الله الرحمن الرحيم اولا نرحب اخينا وتشرفنا به وبحضوره اريد ان انوه الى ان هناك يعني اعاقات في المجتمع حقيقيه نعم هؤلاء اصحاب الاحتياجات الخاصه تلاقي الله عز وجل يعني كتب لهم هذه الاعاقه و وضع فيهم طاقة غير عادية تلقى منهم الحفاظ تلقى منهم المبادرين تلقى منهم يعني جهابذة بينما هناك صحيح معافى ومعاك أخلاقيا الله. معاك في تفكيره معاك في كبر معاك في أسلوبه معاك في تعامله معاك وهذه هي الإعاقة الحقيقية ليست الإعاقة في الجسد الإعاقة في الفكر في الأخلاق في التعامل في الذوقيات هنا يكون المعاق الحقيقي أما هؤلاء والله ضربوا أروع الأمثلة منهم من حفاظ القرآن منهم يعني معظم الكفيفين الذي لا يرون حفاظ قرآن تلاقي المعاق الحقيقيين عنده مبادرات وعند طاقة غير عادية ضربوا أروع الأمثلة وهناك ناس ما يعني لا يفيد إلا
في النوم والأكل والشرب والنقد وانت 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 وانتم وانت كذا والعنصرية وال يعني معاك حقيقي. ومرة أخرى أرحب أخي الكريم وهانا فوق راسي. الله تسلم. شرفنا بك. هنا أيضا يقولون الإعاقة ليست حاجزا أمام النجاح، يكفي أن الكثير من القراء لكتاب الله لا يرون النور، لكن الله أعطاهم نور القلوب وذاك أعظم نور. وأيضا من المشاركات يقولون، هذه مشاركة أيضا أخرى، طيب أنا أفتح مجال السليم لأنك كان قبل شوي بي. طيب أنا أقول أخوي سعد الله يسعده حريص ومتواصل دائما لشباب الإعلام المحافظ وقنوات المحافظة. ما شاء الله طبعا. حقيقة، وهذه شهادة أنا أقولها لسعد، حرصه الدائم على الاختلاط بشباب الإعلام المحافظ. والله سعد يمكن من 3 سنوات دائما يتصل علي، وش لك جديد في البرامج، وش جديدك في قناة المجد، وش جديدك في كذا، وهل لك في الإعلام المحافظ شيء، وحريص أنه دائما يحاول إنه قبل ما شفته إلا مرة واحدة. فأنا أقول سعد، وأنا أبغى هو يتكلم عن هذا الشيء، حبك للإعلام هل هو هواية ولا والله بس سعد مجرد إنه يخطط بالشباب الإعلام، ولا لك طموح إنك تكون شيء في الإعلام ودك توصل له، وتخصصك في الجامعة وش تطمح؟ هذا اللي أبغى أعرف. والله أنا هدفي في الإعلام إني أدخل الإعلام كهدف أو كبصمة أضعها في الإعلام، يعني كرسائل في المجتمع، كمبادرات أقدمها في الإعلام، تطمح لي لأوصل صوتي وأوصل صوت المعاقين اللي ما أقدروا يوصلون صوتهم. بس إلى الآن أنا قاعد أمشي على خطة في سواء الموضوع هذا، إن شاء الله ربي يوفق إن شاء الله دعواتكم. الله يحفظك ويسددك ويعينك. وتخصصي في الجامعة، أنا تخصص في الجامعة سنة تحضيرية وإدارة أعمال في الجامعة، تخصص لي ببدأ فيه، وإن شاء الله ربي يوفق إن شاء الله. والله الإعلام هواية، أنا أتوقع لو أتوقع هواية توصيل الصوت، لو عندك رسالة عندك هدف توصلها للناس أو توصلها للمجتمع، أكيد راح يكون لك يعني شيء جميل في الإعلام، شيء بصمة في الإعلام وبصمة في المجتمع. الله يحفظك ووفقك. الشباب كلهم ودهم يسألون، بس الرياضي حان وقت الرياضي، وعندنا برنامج أيضا قبل الرياضي. بس أختم بعبد العزيز سريعا، معلش إذا شفت واحد مطولة بقطع عليه. تفضل عزوز. طيب إذا أنا أقول بسرعة عشان أترك لك مجال، بس برضو بسرعة بشكل سريع، يعني أنت وش لازم تقول؟ الحمد لله، لكن بوصلك رسالة، ترى أنت لك أمانة برضو مثلك مثل السليم في أنك توصل رسالة معينة. أنت ممكن توصل رسالة غير مباشرة للناس السليمين بالسلوك الحسن، مكان وسخ تنظف ما أدري إيه، لأنه الناس تشوفك وأنت في هذه الحالة فأنت إيش يعني، راح توصل رسالة أعمل جدا قوية حتفيد الناس كلها، ومتأكد أنك حتأثر في المجتمع أكثر منه. صحيح. لا أنا هذا هدفي الآن، أني أأثر في المجتمع وأأثر في الناس. وصل رسالة مباشرة وغير مباشرة للناس. الله يعطيك العافية. هنا ناصر، أنا واحد من الناس اللي مرة أعاني جدا، إحنا نعاني إنه نلقى إدارات حكومية، حتى إدارات أماكن مجمعات أي، أنا أتمنى من الدولة الله يعطيها العافية إنه تشرط شرط، زي ما تشرط إنه لابد في أمن وسلامة للدفاع المدني ومخرج طوارئ، يشرط لابد في مواقف المعاقين، ولابد يكون فيه المنزلقات ومداخل ومخارج كلها للمعاقين. الأهم إنه لابد زي ما يصير في الخارج يضع مخالفات مرورية للي يوقف، أنت واقف هنا تأخذ لك مخالفة. أتمنى إنه ننشر هذه الثقافة. والله أنا أخجل أخي، تخيل معايا أمي رجال يجي يشيلها من قدام عشان شيء مؤلم، يخجل حرمة. معلش سامحني ناصر، هذه نقطة مهمة. بعد الله يحفظك راشد. عشان أختم حمود، لأن حمود أعرفه لمسك الدرب والله ما يرد إلا الدماء. أنت وقتك راشد. أخوي سعد أبغاك تفاجئنا بالمبادرات اللي تقول عنها، لا تتأخر، فاجئنا فيها. هذا واحد. إن شاء الله نحتاجك أخوي سعد معنا في الدراما، إذا عندك رغبة في الدراما نحتاجك. يا سلام. يعطيك العافية أبو فهد. تفضل يا حمود. كلام أخير، سعد كان يزورنا في المقابيس وفي السارية، ما شاء الله كان يعني داعم لنا كبير. ففصلت في أحد المراحل كنت يعني أعاني من ضغوط وكذا، فكان يتكلم مع الشباب، الكلام ما كان موجه لي، كان موجه للشباب، كانوا جالسين جلسة زي كذا، وكان يتكلم كلام، يمكن ما أبغى أخذ الوقت كثير،
لكن يشهد الله انه الكلام هذا اثر فيه تاثير يعني كان بالنسبه لي نقطه تحول. يعني انا اعتبر من ضمن الناس اللي بصراحه اثروا فيا ودعموني في ذاك الوقت ونقلوني نقله قويه بصراحه. فالله يسعدك وهذه الله. بوسه على الارض. الله يحفظك يا محمود. فعلا 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 استاذ سامي كان داعم للكل بصراحه. الله يعطيكم العافيه يا شباب. الله يعافيكم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. جلسه حلوه ان شاء الله تعالى. وانا استمع للفرنتي. تفضل الفرنتي. فكره بس بسيطه. ما في الفكره هي حقت المواقف السيارات. اتمنى ان يكون فيها جهه مثلا رقم خاص لهم او ايش او ايميل. احنا المجتمع شفنا احد واقف في موقف حق معاقين نصوره ونرسل الايميل عشان تطق المخالفه. طيب يمكن في رقم في رقم طيب. شكاوي يا سعد نبيك توسع صدرك معنا. عندنا رياضي نحن ودنا نتفرج على الشباب. رياضي يحبها قلبك. خذ راحتك. لا نبيك توسع صدرك معنا. تجي معنا مزلقات. تجي معنا هناك في الرياض. شباب في مفاجاتين في الملعب تنتظركم. الاولى رياضيه والثانيه شوفونا قدام عينكم. يلا زي القشطه حمراء ولا بيضاء؟ بيضاء زي القشطة إن شاء الله. وش يا حبيبي وشو؟ قصدك السيارة؟ ما تدري يمكن الله يعطيني إياها. لكن صراحة أنا كل الجيل يا مرة. شوي 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 أنت بالدربك. يا هلا يا هلا. هم يقولون يصيحون على الكاميرا. يا مرحبا يا مرحبا. لا لا بس. الله يديك العافية. الله يحييك. والله سعيد فيكم. الله الله يحفظك. سليم عاد اختار مكان هناك وتكفى كرسي لسعد جوا هناك. زين خليك معه بس. سليم علي علي يلا الرياضي شباب الرياضي يعطيكم العافية. انا بس عشان احرسها ما حد يقرب. وخر وخر الله حرام عليكم. وين بالله خلونا نشتغل زي الناس يا اخي. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك ما شاء الله تبارك ما شاء الله تبارك. نحن مشاهدي الكرام من هذا المكان ما شاء الله في المحل هذا المخصص لجوائز الشباب اللي تسلم ان شاء الله تعالى يوم الغد. يا ترى من هو الفائز بالمركز الاول؟ المركز الاول طبعا الشباب اقتحموا السياره الان. لازم نجربها سياره كيا كيا كورس. هذه هي صاحب المركز الاول. خذ جوله كذا خذ من جوا يا شيخ. ما شاء الله قولوا ما شاء الله تبارك الله. هذا المركز الاول يوم الغد ان شاء الله تعالى سيعلن. خلاص يا شباب شباب رجاء. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك يا شباب. شكرا جزيلا. الله يحفظكم ويجازيكم الخير. ان شاء الله الفرق يا راجل. والله قاعد دوام. يلا يلا يا علي بسرعه يا اخي. الله يعطيك العافيه. استعجل يا علي. يلا يا راشد الله يعطيك العافيه. شباب 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 رجاء لا احد ينزل السياره. انزلوا انزلوا معلش يا اخوي. مشافيح انتم مشافيح. شباب ترى انزلوا. يا سلام يا سلام. انزل لو سمحت لو سمحت يا سليم. الله ايش اسفين بالعمر والله ما ادري. يا سليم سليم ترى ما يصلح. ما لكم حق والله ما لكم حق. الوكاله تزعل والله يزعلون والله. هذا والله من حبنا للوكاله اقسم بالله. هذه هي جائزه المركز الاول يوم الغد ان شاء الله تعالى. سياره كيا كيا كورس ان شاء الله تكون من نصيب احد الشباب. وسنفرح اول من يفرح لاي احد كان من هؤلاء النجوم. انا دائما اصلي وطيب واصوم وادعي. على فكره يعني من الاخر ابو عمر انا قايل لكم جمله بس ما تسمعون. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لا يغرونكم ابو عمر. كل ما قدم ومن يستحق فعلا ما قدم يستحق الامر عموما. بالنسبه للحمرة هذه لو دفناها وصبنا فوق ميه تصير الجائزه الثانيه. هنا ايضا سيارة ريو. سيارة ريو هذه هو صاحب المركز الثاني. صاحب المركز الثاني سيكون يوم الغد يعلن من هو صاحب هذه السيارة الحمراء. يعني بيضة او حمراء ولا بيضة؟ بيضة زي القشطة ما شاء الله تبارك الله. وحمراء زي الحمراء. هنا ريو. وايضا المركز الثالث سيارة بيكانتو. هذه كلها يوم الغد من كيا تقدم هذه الجوائز في اعلان النتيجة النهائية. شيء مهم جدا التصويت من الآن أو بدأ التصويت عرفتوها سيستمر حتى موعد بث
ستارة الخميس كدا. اللي هو الختام يوم الغد الساعة العاشرة مساء. إذا بدأ البث الساعة العاشرة ينتهي التصويت لجميع الشباب. شكرا لكم متابعتكم، استمتعوا بالرياضي، عندنا شغل اليوم جامد غير شكل. شكرا لكم. مو بعكس مو بعكس. يلا الشباب يا مرحبا يا مرحبا شباب. اسلم يا ابو عمر. يا رب لطفك وسترك يا ستير يا الله. وين راح؟ استاذن. طيب استاذن. خلاص يا شيف. استاذن قبل ما تجي تتب استاذن. ايش هذه؟ هذه بيضه زي القشطه ان شاء الله. اسمع يا شباب الان مباراه صدقني كره قدم بين فريقين. استغفر لحظه يا ميثان. نزلوا هذه نزل يلا ولد انزل من الطاق. نزلها هنا نزلوها حبيبي. نزلوها تكفون. نزلوها 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 يا شباب. هذه ايجار دي. سلامات. انا لا عندي شغل. الله يعينك. ايجار ما هي جديده. عينكم تراك. ها حسبك جديد بس شيء مغسل. يلا شباب الآن بنبدأ مباراة خطيرة جدا بين فريقين عريقين. عطنا إياها حمود هنا. طيب ينزل اللي معاك. انزل كا. سليم. نزلها برندي نزلها بينا. لا لا. علقتنا. الله يسعدك يا الله. طب عليك كبني في حالي. يا ابن عيال ايش فيكم انتم على علامكم علي؟ وش اكلكم؟ يلا حربي عمر حربي قلبي عمر. نعم والله لازم ارشك فلوس والله ابغى سياره. هنا هنا راشد. يا شباب فرنتي نبغى نرجع للطاوله شوي بس لانه في الملعب الان بس في كذا فصفص وشغلات. أوه كلام كبير. بس روح جيب ولاعه وصاجه ذي اللي مقعره ولاعة وصاجة ملعقة خشب ولا خلى انا اروح انا اروح انا اروح. في هناك حب فصفص ابيض من سالم. وين الفصفص؟ اعطاك ابو عمر امس او قبل امس. هنا 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 بعيد عن الباب. الباب لا الباب هنا ولا هنا الشغل هنا خلوها يا عيال حبايبي ولا هنا في العمود. مرحبا بكم في البرنامج الرياضي 2 4 5 6 7 8. تعالوا يا شباب اللي بيشارك معنا. يلا يا شباب يلا يا حلوين. يلا يا شباب يلا يا حلوين. كسر يا شيخ. يلا جايك ابو عمر جاي. تعالوا هنا تعالوا هنا. تعالوا شباب هنا. يلا شيخ سعد والله. يلا يا شباب بدارين حقين كره قدم. 1 2 3 4 5 6 7 اي اطوع اطوع هناك حربي. ها راشد تلعب؟ لا لا بالعكس تلعب. ليه لا اصلا نحتاج واحد بس يحمس الحب. اللي مو بلاعب معنا ممكن يحمس يعني. طيب مباراة مهمة جدا ينتظرها عشاق كرة القدم البالونية. يلا زين بعد قليل ستبدا. نبغى أربعة فريق وأربعة فريق. أربعة ضد أربعة. سيارة أبوك مقربة. غيروا مقربة. نبغى أربعة فريق وأربعة لواء. طيب الآن تعال سليم وحمود. تعالوا سليم قائد فريق وحمود قائد فريق. الاختيارات عندكم كل واحد يختار له واحد. انت بيني وبينك شيء؟ انت بيني وبينك شيء؟ ايوه. ايش معنى ما تختار؟ بيني وبينك متر ونص. لا تمدحني ولا ما ادري شكلك. حبيبي 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 بيني وبينك الله يسلمك. حبيبي اهدى انتبه لي. اهدى انت انت اللي انتبه بس تدعس الخلق الله. والله صح. معمر انتبه احس انك يعني ما يلي بشكل كبير. اتمنى يكون في عدل. ليش يا ابني حيطه ما يلعب؟ ما اقول لك. حلوه. يلا نختار يلا نختار يلا نختار. تلعب راشد. يلا شوفون تلعب راشد. يبدا اي واحد منكم اختيار. طيب انا اختار قرعه ولا عادي يبدا اي واحد؟ يبدا حمود. والله ما ارد. والله ما ردك. خلاص ما حد يبدا اطلعوا. طيب نقول اقول يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. شرانيين ذول الجو على طول. لا لا رجع. شفت انه بيني وبينك شيء. بيني وبينك شيء. يلا تبدا روح. طيب انا اختار صح. ما شيء حلو في كلكل. انا ما خلي اسمع خلي يكون في تناسق. اطلب برغي. اطلب برغي. اطلب برغي في دبابك. يلا انا اختار دبابك. انا اختار
خلص. المهم اسمعي، انا اختار يا بنت الحلال والله، انا بختار واحد. اول ما اختاره يجيني خلاص. نختار، نبدا نختار. يلا خلاص بسرعه اختيار. محمد شمراني. شمراني مع سليم. ماشي ماشي ماشي. يا محمود اختار. يا هو ابو عابد الغطاس. يا هو الله يبارك. الله يا الله. طيب حسن عدوان، انت حسن ولا علي؟ حسن مع هناك مع سليم. يلا قضيبي هنا. يلا سليم. راشد. راشد فرنتي هنا مع حمود. كل فريق راح يلبسون هذه. ارحب. هاي انا قائد هنا، انا هنا قائد. افرض عليك انت وياه اللي ابغى اقول يمشي. تفهم ولا لا؟ اخر اربع من الاسلام. تفهم ولا لا؟ انا قائد. سليم اخر اربع من اليمين البسوها فريقكم. يلا يلا يا اخوان، شوف انا قائد لكن بطل. كل واحد يلبس يا شباب هناك. كيف كذا على برا؟ لا 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 خليك في النص هنا هنا قدام. يلا 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 بسرعة شباب. يلا 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 كيف تلبس هذه؟ وش تلبس هذه؟ ايوه ايوه جوا بس وتمسك. عزوز ستساوي والله عادي ما ندخل فيها. ايش هذا بيجي برقع اكملكم. ما اقدر ادخل. لا 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 ما اقدر ادخل. لا 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 انكت. لا 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 انتي امسك هذه. ما مفتوحه مفتوحه ما يجي. لا لا هذا بس ما شاء الله. والله يا جماعه الخير مو طويل يا جماعه. واصل لك واحد. تعال معي حكم بعدين المباراه. كيف تلبس ذي؟ تعال تعال تعال. مرحبا بكم. كيف تلبس الكره؟ الحرب يجيب الكره. كيف تلبس ذي؟ انا اهزم اي احد. لا 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 هي سليم افضل. عفت عفت عفت. سلام عليك. تحدي تمام. يلا سليم امسكها كذا الزرقاء ذي. انت اشرف السيسي يعني انت الحين عاكس اللعبه. عاكس بردك بردك. اشرف السيسي انا احبك. ايوه ايوه كذا. انتبه لي كذا امسك برا. انتبه لي امسك الزرقاء. امسك الزرقاء ممتاز ممتاز كذا تمام. شباب عرفتوا شلون الوضع؟ شباب لحظه شوي. فريقي سليم خذ فريقه. خذ فريقه الاربعه. يلا شمراني تعال يا شباب هنا. تعالوا تعالوا راشد هناك معهم. تعال يا شباب. راشد ممتاز. لا لا حلو ممتاز والله. لا تدخل. والله حلوه يلا حلوه. لا من بعيد عشان نشوف بعض. وين الكوره حربي؟ يا ذكي مرحبا بكم في هذه المباراة الكبيرة. مباراة عملاقة بين فريقين كبيرين. سليم الأشعري أم حمود الناصر؟ ومعي الحكم المساعد عبد الله الحربي. مرحبا عبد الله. مني خلاص راشد. تغديت زين عشان ما في. راشد أنت قاعد على حارس. أنا حارس. إيه مرة ما حد يموت. إذا مرت كل مرة لا تمرك مزلة. أمسك حارس. حد يمر ولا يلا سليم. سليم كفك. وزعت فريقك؟ ايوه حمشي. حسن عدوان معنا. تعال حسن عدوان معنا يا اخوان. هجوم. ايوه طيب توزع حسن عابد واحد هنا شوي. هجوم ودفاع. الان يا شباب كل شوط خمسة جوال. كل شوط خمسة اهداف. يا سلام خمسة قوي يا جماعة. والحكم الحربي بيرمي الكورة وانا بمسك على هنا. تعال يا عمر. يلا طيب يا شباب ايه تعال شغل الدفدف والتكسير فاول على طول ولا احد يناقشني في الموضوع. كيف كيف خلاص شباب شباب شباب, شباب. والله تكريت. نرجع 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 للمكان اللي انت فيه. ارجع ايش اللي بيحصل يا جماعه الخدة؟ يلا شباب واحد من هنا واحد من هنا. هيا سريع شمران هنا واحد واحد. انا وبرغي وحربي فريق بعده. هيا حربي شوطين كل شوط خمسة. اللي يفوز يلعب معنا. احنا اربعة جاهزين خلاص. يلا واحد اثنين ثلاثة ابدأ. لحظة لحظة ابو عابد وين ابوي؟ العب فوق. حلو جميل ما زال. لا 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 حلو حلو. روح روح سلام ابو عابد. برا برا خلهم يوصلوا هنا شوي عادي. ممتازين يا شباب. انتبه حربي لهم تحكيم تكون مضبوط. يلا 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 شباب شباب اللعبة تعتمد على التصادم عادي. هاي وين الملعقة والولاعة جبت؟ روح ابو عابد. طيب و اي سمراني خذ. لا لا مملوح هذا في الجاهز. شد الهمة العب شد الهمة العب العب شد الهمة نحو
حكم لا الفريق الثاني حكم انت الابزار العب تماس العب روح يا عزاز يا حكم ركله زاويه ركله زاويه فريق عبد العزيز او فريق حمود حكم حكام قوي قاعد يرمي لا لا حد يدف لا حد يدف يا عيال نلعب من دون دف والله مش حكام مع فريق حمود لا تدف يا حسن لا لا دوم ركبتي يا اخي مو كده صعبه ما هي من غير كره ما في ضرب العب يا عوض العب روح روح طلع في الركض يلا واحد اثنين ثلاثة روح بسم الله العب العب فك كذا العب صبر صبر حتى الآن عزيز انتبه العب العب هات سمراني سلام سلام العب العب شد الهمة العب 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 ضربة مرضى هيا سريع يلا بشي بشي بالله سوي جوحز عكب ها ايش من قدمت مجمعات لعب من طريق سليم جيب الهوات ايش بك ايش انت وقت علي حكم 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 يا شباب حكم يا شباب الدف بدون كرة فاول حكم الدف بدون كرة فاول طيب المرة الأولى الثانية برا اطلع برا خمس دقائق العب بزوز سليم يمين سليم بلغي خلف مع ابو عابد خش ما تطلع اي ولا هدف من ايه من هدفين روح روح شوت قدام سليم روح روح امسك الحرق امسك الفسمة عابد فايتي فايتي انا دماء متأخر وحش عزوز روح سليم روح سليم معه شوت حاول شوت يا بعد روح لازم توصل لازم تنجح خليك صاحي حب مصيبه ما بعرف شوت يلا شبراني يا شبراني شبراني شوت العب 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 سليم دناوت 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 قاعد العب دناوت كيف اسوي ذكي سمراني تمام انا انت اقوى شوت هاتت سمراني الفوز من اثنين هدف يلا من هدف من هدفين اي مشي باصات يا عيال ما
عندي. ايش هذا الكلام يا جماعه؟ صدر عنده فريقات. من هدف من هدف صدر عندك يا حكم. ها الفوز من هدف. خلاص من هدف. جاي تعلمني كيف اللعب؟ ايوه اعلمك. هو انت عندك يكون حسن حسن تصرف. يلا 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 الحين سوي لها سامي. واحد من هدف واحد يكفي. كلنا تعبنا. خلاص يا حبيبي خلاص يلا فريق برا. لا عمي اعتبر فريق عمود برا. لا خليهم يلعبوا شوي كمان. لا ما في احنا نتنازل يا اخي. ما في فريق يتنازل برا يا حكم. لا تكون غضبا فريق القلب. تفضل غضب القلب. انت يا عيال ليش تستسلم يا لا للاستسلام يا عيال. ايش فيكم يا عيال؟ كملوا. هي هي نو نو هلا يا سامي يا عيال. والله تعب ترى عبد الله تعب ترى. يا عيال يلا يلا عندي العاب. ناخذ فاصل ناخذ فاصل. واحد لو ناخذ فاصل يوتيوب المعصب. ناخذ فاصل يوتيوب دائما. يلا شباب ناخذ فاصل. ناخذ فاصل لعبه خفيفه. ايوه دفوا. ناخذ فاصل اخوان. ناخذ فاصل اخوان لعبه خفيفه. اتروح خلاص الهدف يا باقي. خلاص والله تعب والله. ناخذ لعبه فاصل. طيب بدنا نرجع شوط ثاني. طيب عندي لكم لعبه تعال. عندي لعبه عزوز. انا اوريكم بالله انك تجيبها مجهزه من اول. ايش هي؟ حلو. عندي العاب مجهزه. جاك جاك جاك. لا 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 في نفس الجيم في نفس اللعبه دي وانت واقفين. ما بيها يتحرك تعال. والله هاري بغى ينخل. والله مره ما تخش جوا. طيب ساونا يا شيخ. اوه تعال لعبه البولينج. بولينج ايش؟ قوي قلبك فين يا عمي؟ والله حر. والله ما عشان اقول تكلم. والله حلو. والله ناصر بسم الله كتف ينخل. والله حر يا وجه الله يا لطيف. يا هو تسمعني؟ احلى شيء شلون جبنا الجول؟ يا هو شلون جبنا الجول؟ هو اسمعني؟ خير هذا يا وسريع ناصر. وخر يا شيخ تصعد علينا حره. خصنا يا اخي ما يصير قاعد ترمي نكته. انت هم ندي تنديه. اعوذ بالله يرمي حاشك تسلم. تذكر زمان لما كنا نشوف كذا بير ولا حفره نقعد نصيح فيها عشان نسمع صدى. حماس انا المسلم. الله الله انا المسلم. الله الله عزيز يا عزيز عزيز يا فك يا حبيبك طاف النار. يا عزيز طاف عزيز عزيز انت عزيز 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 لا ارفعيني عزيز 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 يا عم عامر يرحم امك. لا بتكفى ابو عابد ظهري ابو عابد ظهري ابو عابد دبل ابو عابد ما ضهر لك مين اول ميت بليز مين موت اهوي موت. انا ما في موت. انا ما في قطار موت ابو عابد. انا ما في موت ابو عابد ابو عابد ابو عابد برا 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 الملعب. خلاص تكسب نحو القمة. لا تكسل انت الافضل.
كلام كلام كريم. تفضل شباب شباب كثير رجعها كثيره صح صح كثيره صح خلك ثاني مره تقول الحمد لله حتى لو قلت النعمه لذيذ يعني حتى انت في البيت يعني تسوي الحب حتى انت في البيت يا سلام حب في البيت كاب شاهي كاب كوب شاهي عرفت تحمس ذا الحب القرع وماخذ مخي حبيبي العصريات سوالف ضحك مع العائلة الكريمة وهنا جدتنا برغي جدتي طبعا هاي جدتنا برغي تفضل حبيبي تفضل انت وياه جدتي جدتي هاي جدتنا برغي يسوي لنا طبخ تفضلوا دائما يطبخ كاجا مغلي كاجا مغلي هو اساس الطبخ اساس ال 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 الحمص بس يحبس يطبخ يعني ما شاء الله عليه مشروع طباخ انا اقول له يعني اترك الاعلام وافتح طبخات تفضلوا افتح طبخات انا قلت لك اعلام افتح طبخات والله شوف يا اخوي ناصر ترى انا هوايتي ترى الكوره مو الطب بس جيت هنا البرنامج تعلمت كل شيء يا سلام عارف حلو فاني دحين يمكن افتح بصات على الطريق حلو حلو مشروع تجاري حلو انا مغلي الاكلات السريعه يا اول من يشتري عندك انا واول من يتسمم انا حفتحها بطريقه حفتحها بطريقه مكه حلو المايك المايك امسك المايك بصراحة يعني شغلك جميل الحمد لله مش تولى الفلفل لا بس الفلفل شوف أسأل المشاهدين إذا ما يحب الطبخ وخاصة النساء يحب الطبخ يحب الشطة والفلفل الحار غريب الشباب ما تحب الفلفل الحار السلام عليكم فلفل على فصفص أخي حنا نحب الفلفل بس ما نحبه حار يا أخوي هيجي ولا إيش طيب فقرات اليوم وشغل ومؤثرات ومقاطع أوه أوه اه اه يا راسي والله لو اوريك عبد العزيز والله لو اطلع حق منك يا عبد العزيز بيني وبينك الزمن بيني وبينك الزمن يا ولد طبعا الفقرات يا ربي ما عليك ما عليك دخل 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 يلا يلا دخل راسه دخل راسه ايوه زي الحجام هلا 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 برغي مبدع مبدع يا برغي والله يا جماعه الخير في طعم دائما مبدع الله يوفقك افتح لك مطعم يا اخوي تم اسمها كجا مغلي طيب قلت له شو اسوي انا ما سمعت اعيد له جمهور. لاني انا مهتم فيه تعب الجمهور لا الجمهور على عيني وراسي انا مهتم فيه لا رجال روح اقول انا عندما تاتي التدخلات الشعبيه ابو رعب فهد بس الفكره حق حق فرد حلو حق الايميلات زين اخوي والله زين الله يسلمك هنا ايوه نعم سبحان الله وانا اكل برغي وانا اكل احسن احسن لك لمسه في الموضوع يا وغيد اطعمتك طعمت كذا حمار احسنت انه منك الوغيد الوغيد طب الوغيد مو منه هو لا لا هو احمر من كذا انا اقرا واقولها له يا برقي اترك عنك شغل الهبل انت انسان مبدع في الاكل خش برغي ما يقول لا والله احنا كم مره قلت لك يعرفه سيبك من العرض وخليك في شغل الاكل ما تكسب ذهب تدعي لي طيبه ترى كيكين يا برغي ما هو برغي برغي اول دعم للبرغي واضح انك يعني يعني شغل ما شاء الله واذا ما عندك تعبت. واذا ما عندك امكانيات مستعدين ادعمك اول اول الناس انا ترى والله يعني ابسطوا بحفظ والله جد من قال شغل غير عيب يعني نعم والله أصل تملك تملك مهارات هو نعم مثل نعم. مثل ها مثل يعني إذا اشتغل يعرق واحد صرف من عليك يطلع على أكل ويعطي لك لا ما عاد يفصفص يا ولد وش بهارات هذا بزارات لا كذا ملح زيادة فرنت فرنت لا 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 عبد العزيز
مسوي قوي، مسوي يضربني اول ويتقوى عليه بجسمه. انا اخذ حقي بيدي، مو جوا اللعبه، اخذ حقي بيدي. شوف ايوه شقلبه. حادث مين؟ حادث مين؟ حادث مين؟ ايش هو ده؟ ما في شيء. ايش ما في شيء؟ يعني ما في، ماني لابس. مو لازم تلبس. فارو. لا 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 لا، اخذ حقي بيدي اوريك انا دحين. حسن حسن خلاص انتصر حسن على علي. خليك جوا البس حبيبي، فيها ملح من اول. اكيد قبله. لازم تكمل اللعبه. أنا فزت خلاص. ها؟ أه؟ بس شوية. أوكي مرة ثانية بس الشوط الأول أنا فزت. أنت فزت دحين. أوكي. 1-0 لك. 1-0 لي. انسحب. دقيقة دقيقة زعلانة. إيش بك حسن؟ سليم إيش بك؟ ها؟ ها؟ اسأل. هلا هلا هلا. هلا هلا. الله يشرد، الله يشرد. بالله سليم خليك معاه. والله مع الركبة. ها اعترف اعترف. انا طالع فيها، انا معاك طالع فيها حسن. ها اتحداه، اتحداني عليه واتحداه. حياتك دربيني. جيب جيب بيبسي خلوكم. حياتك دربيني. دقيقه ايه والله دربيتك اللي قلتها. والله انا اكلت. واتحداك واتحداه. والله اتحداه. ها نزل. ها اخر خليك كيف كده. ها عشان تنبت معانا يجي حسن جديد، يجي اخوك. ايوه خليك. جيب بس بسرعه عشان بدا يروح. جيب له مويه عشان ايش؟ ينبت. جيب مويه جيب مويه. والله لا يروح لا يروح. لا 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 عاوز حب حب حب. انا والله بديك حب، والله بديك حب. لا 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 حمام 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 حمام. نسيت المقدم. طيب اكدنت حبيبي. طيب تعال اوريك ركبتي. والله ركبتي والله رجلي. طيح 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 طيح. لا والله ركبتي ركبتك سليم. ما سلك اول مسوي عليه رجال. اول رجال سوي عليه قوي. سوي عليه قوي. سوي عليه قوي. والله انزلت ازاي. والله ما ادري ايش يصير. سوي عليه قوي. سوي عليه قوي. سوي عليه قوي. سوي عليه قوي. لا والله ما عشان نسم فوق. انا خايف من هنا. سوي عليه قوي. انت تسوي عليه قوي. خليني اوقف على رجلي. انا اسف. انا اسف. انا عبد العزيز. ايوه اقصد ايش هي. قول انا اسف. ما اعرف اقولها بالعربي بالانجليزي. قول انا سوري. ايام ايه؟ سوري. ما درسناها. ها؟ ايش درسناها؟ فرنسي فرنسي. فرنسي؟ قول انا اوصف. الشاشي. والله ما ادري ايش ما ذابح هذا. بالله ايش تبغى اسوي فيه؟ من هنا؟ من هنا؟ عشان ركبتي ها؟ من هنا؟ اخ طاح الجمل وكثرت سكك. انا نوتي. رافي. قول انا اسف. قول انا اسف. الله يقدر. انت طيب؟ ها؟ اقول روح خليك قضي محب واسكت. لا تقعد تفلسف علينا. جد رجاجيل ايش قصدك؟ ايش قصدك؟ ايش قصدك؟ ايش قصدك؟ رجاجيل ايش قصدك؟ ايش قصدك؟ انا ناظرني كذا ايش قصدك؟ انا حمد انت دقيقه خليني اتعامل معك. ها؟ عبد العزيز تكبر. عبد العزيز عبد العزيز خلاص احسن. ايوه نقطة ضعفي تقعد تنغزني. ها؟ انا مين؟ كيف يعني؟ ها عدمت ملابسي الله يسامحك. اوه اسوي لك حب عزوز. لا 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 يا حسن سلموش. ويجري في الغرفة يدخل الثلاثة جري. عايز سعدان هنا يقول أبا سخن. يقول له شيك يلحقونه. يقول أبا سخن. راشد يقول له جيب قروشنا جيب قروشنا جيب قروشنا.
تمام عرفت الحين شلون الفكره؟ فهمت في الفكره فهمت واضحه تمام. ف قضيه جدا سهله هي مجرد يعطونك طبعا الادوار عاده يعطونك اياها بتناسبك بتناسب حركتك عارفين حركتك محدوده هم يعطونك ادوار معينه وليست ادوار زي ما يقولون كلها ادوار واحد مسكين واحد لا ممكن تكون رئيس عصابه وانت جالس مدبر ممكن تصير زي ما تقول شو اسمه اب اسره في مواقف كثيره يقدر يستفاد منك مواقفكم مستفاد مستفاد وانت جالس تدبر مخطط مفكر يبينوا مثلا والله هذا مثلا يعني مثلا في بعض المشاهد يكون هو شخصية اللي هو ذوي احتياجات خاصة اللي يقدر يمتلك الفكر العائلة الأسرة يدبر نفسه يقدر يعني في مواقف يدير الأمور نعم لا يعني ما في شيء يعني مثلا زي ما بعض المشاهد انه ما في شيء يمنع ما في شيء يمنع يقدر يسوي كل شيء يعني في انت حياتك الخاصة في شغلات انا ما نعرفها انت تعرف نفسك ممكن زي ما تقول تعملها لنا يعني تفعلها بحيث انها تبين للناس انها ترى حياتها خاصة ما تفرق عنكم يا الناس العاديين ابدا انا مثلكم بالضبط ما نقصنا بس الله منه شيء بسيط يعني مثلا انت قصدك اني يعني اكون اوصل للناس انه يكون إن ما في فرق بين بالضبط هذا شغله شغله ثانيه حسب المشهد بعض المشاهد مثل والله نحتاجك رئيس عصابه وانت جالس تدير بالتلفونات تعال نبغى كذا نسوي لها كذا اطلعوا على فلان وجيبوا له من هالاغراض يجون عندك تكون حافظ الكلمات وحافظ طبعا نعم تكون حاضر عندك طبعا هو شلون تجي شباب يلا عندي شلون واحد يكون ممثل لعبه طبعا هي الان تقرا انت الدور هذا الدور يقول كذا يقول كذا قريته الان تبدا عندك الدور شو يبي كذا شلون انا اعيش الدور تكون يعني تعيشها بكل واقعية ايوه تعيش خلني بجيب الكاس بجيك الكاس اللي هنا وين راحت اي دونت نو حساب مجلس مسجل؟ حساب مجلس مسجل؟ الثاني والثالث كده؟ حسابك؟ رجعتها ليه؟ يومين أخذتها الثاني والثالث كده؟ الأول الكبيرة الثاني الثالث كده غير أنا الآن فهمت الصورة يعني أقرأ المشهد وأعرف كيف مطلبني واتخلص خط اسماء يلا الاول ثاني الشخص ايش مثلا انا طبعا لا ايد انك دائما تكون مش ابن اللي هو اصابته حادث وبعدين لا يا اخي ما نبي كذا يعني ما نبي نحسس ان دور كله مأساوي لا يا اخي نبي نحسس تكون رئيس عصابه رئيس عصابة قدرت انك تسيطر على ناس وتقدر توفرهم يعني عاده لما يكون الادوار اللي هي غير متوقعة اللي ما حد يتوقع انك تسويها افضل من الدور اللي هو انا الان لو جيت انا كمنتج او انا كمخرج خلاص هذا نعطيه دور الابن اللي هو ولد الاب والولد هذا عنده مشاكل صحية والاب باحل فيه وبيعالج هذه كل المشاهد هذه كذا اليوم عرفنا المشاهد كلها كذا لا انا ابغاه انها بين هذا الشخصية هذا رئيس عصابة ويقدر يتحكم في العالم كله هو جالس على كرسية ما يقول عنده واحد ينفذ له بأصبع بس بغمزة بإشارة خلاص ما عليها صفوه أتمنى حقيقة أن أحد المخرجين اللي معنا يتحدثون على هذه الفكرة يشتغلون شفت سبحان الله ما تدري كيف تجي كذا تدور الدنيا وانت من برا رجل الأعمال تكون وصورتك وضحت بالنسبة لي لكن ما أدري هل أنتم يعني تكونون يعني بكره في العصر متقبلين يعني متقبلين الشيء هذا يعني. انت لازم تتقبل الدور انت اللي تفرض نفسك ما حد يتقبل انت اللي تفرض نفسك اذا انت اللي بتسوي شيء ولا انت تقرا تقرا اقرا زي ما يقولون افهم وش المطلوب من المخرج شنو شنو المطلوب منه استوعب الدور فهمت حسن حبيبي اقرأ معه انت تقول انا ابدني لشهاده الصفاء انت الحين انا ابغاك توصل مرحله اني يعرض عليك ادوار تقول لا هذا ما يناسبني انا ابغى دور اكثر قوه من هذا ما بيك تقبل اي دور والله عرض عليك دور نبيك بس تجي معنا في مشهد بتنزل من السياره وفي واحد يوقف
لا دور يضيف لي. يضيف لك يا سلام، ما بي دور والله، مجرد انه نقدر نستعين باي واحد. ساعد من الناس اللي فعلا قابل للتكيف، يقدر يسوي اي شيء واي مهاره. طيب يلا الموضوع عندك. والله انا حبيت الفكره صراحه، وخيبه التجربه. يا اخي انا ما يمدي الناس اللي يحتاجون في المستقبل، لو على الاقل تبدون يبدا معكم تعطونا بعض ادوار بسيطه لين يبدا يكبر. انا حسيت ان شاء الله له بطولات مسلسل. انا قلت ان ابو دعاء لا لازم تقول لا تحقر نفسك. لا تحقر نفسك. لا باذن الله انا راح اكون شيء ان شاء الله باذن الله. وانا انا اتامل لك، وانا اتامل لك خير ان شاء الله. يعني المبادرات اللي تسويها انا عجبتني، واتمنى انك تفاجئني بمبادرات اقوى ان شاء الله. واذا حصل، اذا حصل انا ودي انه ايش، انت عندك اكيد انستغرام، عندك شباب هذول، لكن ضروري هذه انك تعمل مشاهد لك خاصه وتنزع انستغرام. مشاهد تمثيليه. مشاهد تمثيليه. أو طبعا هي شلون مشاهد؟ انا سويت مشهد مره عن الجامعه، عن اني انا ولا شباب طايش جاي ادور مراقب، رحت وقفت مكان خلك نشاط موجه ابو دقائق محدوده. ابيك تجيب لي مشهد الثاني، لما يجي شخص باحتجاج ويدور موقف ما يلقى. والشاهد انه وين كذا نفس الثوب جدا، الغتره والعقال. الله يعزك الجزم اللي تكون عند الباب المسجد. اي نعم. هذه مشكله كبيره على خطاب مع واحد انا وياه. شلون بدخل حوار بيني وبينه؟ حاطين العاب انا ادب انا اتكلم معك شلون حطوه على مجرد ما اطلع من هناك هو هذا يكمل معي. صوره من هنا شعب مش عمال شعب كبير المسافه المسافه تدور انا خليك يبغى تركض مجرد ما بس اغيب كوي شوي انا طالع. هذه النظره وين جات اخوي عادي يعني خارج عندي بس في التصوير المشاهد يعني تحتاج كاميرا بدقه عاليه. وكمل بلوفي خلها خذ رقمه الناس اللي صار عندك تصوير يوم عجت في بالك فكره معينه. يا بلوفي يحتاجك تجي تصور معه اول مره عادي. هو مصور ومنتج، هو مصور ومنتجها لك ومخرج. سجل رقم الله كاميرا ايش ايش اللي سووه؟ ثالث مرة الناس خلاص هذا كذب ذا خذ رقمه. لا والله حيفيدك كثير. حقنا اللي يدرسون حقنا منح. وناهيك عن شيء ثاني، هو مخرج. لا 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 عنده افكار حلوة. خذ هذا السحر يعني ممكن يفيدك. ممكن يفيدك خذ رقمه ضروري. هذا شركم بالله شركم بالله. لا 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 يعملون لا والله ما ادري. هذا الرابع والخامس طلعنا نو رغبة في انا عندي رغبة اني اطلع يا سيدي ايه لكن انا اتخاطب انا هذاك عارفين من ذا هذا كلمة السر. هذا مين هذا مين؟ حاول في نفس الوقت الله يقرب. ركز انت وين عشان ما تتشتت. يا دنيا شايف ايش السالفة يا دنيا والله ولد داخل خلصنا يعطيكم العافيه. يوم بكره يكلمونا حقين ايش؟ والله والله اعلان مقدم والله ما الذي فاتموه ما الذي فاتموه اظنوا سحره خلص المره انا ناوي المبادر ايام الجاهليه والمقدم شوف نصيحه مني كيف انت نجرين مجال التمثيل حتبدا في كل شيء توبات يعني ابدا بالتمثيل وبدا لا من اللي بيطلع صراحه اللي بعد مش الان الممثل يقدر يسوي يقدر برضه اللعبه كلها فريق ما انت ما ما اجيب لك مويه صدقنا انه يدخل في مجال التمثيل انت اللي تعامل الناس اللي عارف عندك عبد المجيد نعمل دعايات صغيره على الانستغرام عنده ينزلها واحده واحده لين يبدا يصير عليها طلب لين الناس تزيد تشوفها. انا ابغى هو الان يمر الناس يقعد بعضهم يرغب في التمثيل وان انا شوفوني يعني انا طب رغم اني انا عندي افكار بطبقها على ارض الواقع هذه تصير هذه هي وكنا مع عارضه في تعال ابغى يلا طيب يلا قوم جيب كوره كذا 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 انا علي رتب لي يومك تعال رتب يومك تمام وجي عندك يصور والعيال كلهم ما راح يصور يلا عفوا خلي نام يلا خلينا نلعب طايره شوف شلون احنا هزئهم قدام يلا طايره والله صراحه كلامك يمين صراحه سمعت وانا قاعد افكر باذن الله بالمجال هذا رغم اني ما ما جاء في بالك انا جاي انت في بالك اني اعمل مبادرات احول ما ادري ايش لا 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 خليك العب على اقوى حتى لو ما نلعبها بس اسمعوا الفكره اصنع تاريخك بنفسك
اذا انت تقول انا ما في شيء يمنعني وكلامك تقوله صحيح، اصنع تاريخك بنفسك، لا تنتظر احد يصنع لك شيء، لا تنتظر انت اللي يفكر، انت اللي يطلع الفكره، بس تعال ثبت كاميرا هنا، ثبت كاميرا هنا، ما يبي لعب يمين الاول، هو يعطيك عادي بس حق البولينج هذا واللي يطيح يطلع، بس كله توقف، هو يعطيك المخرج شوت الكوره تعطيه الفكره ما عندي تصدق ما يطيح يعني كل شيء من عندي انا ادخل شهيق وروح شوف هذا ما لا هذا بعد يثبت ما تقدر تطيحه ما عندك الطيح هذا في شغلات كثيره لا تحكي لك في شغلات كثيره في بالك اكتبها كذا تمام شات شات تواصل مع بلوكي عموما والله كيف يلا يا عيال تصوير عندي احتاجك يوم جهز لنا طايره اوكي الاشياء المعيقه في الحياه عندي اكتبها كفكره نعم كفكره اكتبها كفكره لا زياده وابدا اشتغل عليها وطبقها على وطبقها على ارض الواقع يكون لي طلب مثلا نعم سنها ايش لما تعود حجر انت تطلع وكذا انيات تبدا تبرز مواهب الناس صارت ايش تطلب فيك انا تقصد شيء الان صرت انت عمله ناس وفي ناس برزوا بالمجال هذا كثير انا معك ها كثير في الاعلاميين في الله يساعدك كثير ناس برزوا وعندهم مع شاي ابو عبد الله الحصى عندي بس فرنتي في واحد مقدم برامج هذا شو اسمه المقدم برامج ها اللي قدم في القناة الأولى السعودية الشهري الشهري الله يتذكر قدم برامج محمد الشهري أظن وسعد الظاهر نظارات يلبس نظارات مقدم برامج تلفزيونية ويجيب ناس يستضيفهم ويوضح سليم أنت اقرا دور لي زيادة في المجال الإعلامي أنا ما كان ودي أدخل شو اسمه اللي داخل بصراحة لا أنا في البداية أنا ما تحضيري التحضير اذا لا تتخصص اداره اعمال انا محاسب والله طاح والله بديت اي بق اداره اعمال شغل كم طعم شمس عليها انا ما عندي تمام يعني انا حجر ما في حجر ايش رايك انت في انا ودي تروح الاعلام التخصص اعلام تخصص خلي اعلام لا تخلي اداره اعمال لا صراحه كان ودي في هالفكره نعم بس الاعلام من اسهل الشغلات ومن الشغلات اللي تدر عليك بالمستقبل عليه بالمستقبل بعدين نعم بالمستقبل بعد ما تتخرج من الجامعة تبدأ تصير صحفي صحفي ما تراقب وجهة تجارة يجيك التقارير تصير كاتب شركة زي هذا هذا كاتب واحد يكتب تقدر تصير صاحب قصة صاحب قصة تكتب قصة ترجم لها نعم يلا 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 يبوني يبوني الحديث بقية يا الله على بابك انا ابغى راشد ايش هذا لا انا معبود راشد معهم يلا اليوم ولد عم يلا انا وياك ما في وطن في مكان بخليك هنا وانا هنا وبضغطك مضغوط اليوم ابشر انا بخليك طال عمرك نثري يلا اشوف نزل لو سمحت نزل يا ابو عمر لو سمحت كويس خلي نزل عدواني اهلي واخواني خلي نزل شو اسمه لو سمحت عدواني ممكن جيراني لو سمحت نزل جيراني واخواني عينك عدواني كاشو ابغى اصور معك سناب نعم شاك العلم خلي عنك العادي سو كذا سو كذا شوف سو كذا سو كذا 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 ثم كذا نجيب حجره ثانيه هذه ما تكفي والوقت حاني اما ذيك العده كلها نزل لو سمحت نزل الإدارة نزل يا شباب الحمد لله على سلامة الشيخ عايد والله فرحنا الله يذكر سامحك عزوز نبغى نطبق القدر نبغى نضغط المضغوط نضغط المضغوط احنا نفحم ليش المفحوم تحرقون القدر اصل اخوه عزوز ارسل هنا عزوز منطقة خلفية برع قوية برع على برع كذا فرنتي اخف من كذا يلا يا شباب كله حركة كله نشاط كله همة كله نشاط طيب ليش كذا عشان ما نزعج العالم كله حركة كله نشاط
كله هم عالية. هي هي بالله يا المنطقة الخلفية حرسوها حسن بس حسن جيب الكور قربها من بعد لا ابو عابد فيها. لا لا شوف واحد معصوب لو سمحت لا لا سعداني يا سعداني سعداني يا سعداني سعداني يا سعداني بالله عندي هنا تكفور عشان ما لا تتعبون رجال وعابد يا ابو شبكة. شبكة 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 3-0 انا كنت رفعتها لا صفر نلعب من صفر خلاص نلعب من جد نلعب من جد نلعب من جد خلا خلا هادي 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 وين رحت وين رحت سلام سلم الله هادي واحد الله عليك ايوه اسلخ وسلخ هادي الصالح هادي الصالح الله يكتب خير هذا واحد يلا يلا انا ما عندي هدي وين هدي يا ابو عمر 3-2 مشوي المشوي اليوم اطبخ المطبوخ انت قد الحركه اللي سويتها المقلي قد الحركه اي وافحم المفحوم بس لقي المسلوق 4-1 هدف يا بابا برا برا بس هدف هدف ما مات ارسالي ايش بك لا ما طقت برا طلعت برا طلع 5 انا 5 الان 4-1 لا 4-1 جديد يا حكم من جديد لان انا ما انا 4-1 من جديد من جديد 4-1 يلا من جديد من جديد ايش تقول 4-1 يا ابو عابد يا غاشيم والله يا مسعود انتصرنا عليه اصلح المسلوق والله مسحت اللي كان يسوي اوب مسحت بالحركه دي بس راشد مو براكد لين يرد هذه انا اعرفها هات 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 فرنسي الزخه ما شاء الله 4-3 الزخه انا ما اسر الرميه دي الله هات 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 يا باي لمست قبل ما اطيح صايدينك صايدينك شوف شوف 5-3 6 والله ما انتبه قاعد اصلح تفداك يا شيخ 6 اوريك فيه يا ابو عابد استغل نقطة البتاع رنتي يا شباب العب 3 العب 3 سلام سلام يا عمر يا ابو عمر تكفى والله حكيت هذه كذا خطيره معلش شباب معلش كم النتيجه 7 صدقوني باذن الله اوريك فيهم 7-3 روح يا شيخ يلا قايل لك انا يا ابو عمر قايل لك ليك يا معلمي مشغول لا لا ليك مشغول ابو سيف ليه ما ضحك يا ابو عمر اضغط المضغوط اضغط المضغوط طبق القدر اضغط القدر اكتمه اكتمه بلوفه حي الحربي حيوه حيوه يا اخوان بكره باذن الله اخر عصر اليوم قبل الاخير شدوا حيلكم مو معقول مو معقول كل ليالي العيد وبه سلام سلم على البدريز يا اخي خير انت خميت لا كذا على طول 8-4 معليش شباب لا أرينكم يلا يا سلو جاية جاية هلا 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 كورة جيت هدف وطيحت بيت والله ما شاء الله بعبد طاح ما شاء الله لا اله الا الله الله يلا ابو حميد 8-6 العب العب الله تبارك اللهم سلام روح العب العب سلام العب 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 8-7 لكن ما الجهاد هذه فيها راحوا سعداني ارجع شوي ارجع شوي والعب فوق راسي سعداني ايزي صح برا حكم والله على الخط يعني محسوبه 9 يلا اخير سبعة. عندك كلهم اخير اخير يلا اخير ولا تعيدوها اما اليوم اخير شكرا هاك 10 7 برا يلا 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 اللي بعده في الملعب سلام سلام يلا يلا حربي 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 لا انتوا اللي برا انتوا اللي برا يلا كيف جات 10 هذه اخر نقطه هي 10 ومحسوبه لهم هي اصلا عليهم قل لي بالله برا حسبوا حسبوا هدف لهم حربي لو سمحت لا 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 اقعد على الحصات لا 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 حصات لا برا 9-8 اطلع يلا يا فرنتي اطلع تكفون اخي بسرعه يا عزوز العب 3 يا علي 9-8 علي العب 3 يا علي لا جاهز لك العب مع الضعاف هذول 9-8 علمي ولا ادبي؟ ما شاء الله كم كانت نسبتك في علمي؟ والله ما هي يعني 80 طيب اختبرت قدرات وتحصيلي اي نعم
حلو. بس نسبتي نوعا ما ضعيفه شوي. لا بالعكس حلوه 80. اشوف نسبه الثانويه اذا دخلت الجامعه خلاص انسى الثانويه، يعني انت خلاص مسكت مكان في الجامعه قوي. هذه قوه خلاص، لا تقول والله نسبتي كانت ضعيفه ولا لا، لا بالعكس انت الحين في مرحله جامعيه، قول الان في الجامعه المفروض ان اعوض اللي كان قبل، لا هنا اعوض. فهمت؟ في الجامعه هنا الان لازم انا اعوض واجتهد واجيب نسبه عاليه عشان بعد ما تتخرج تكون معدلك جدا مرتفع وعالي. انت قلت لي تبغى تخصص اداره اعمال. ايه حلو جدا جدا، كويس اداره اعمال وشيء مطلوب في السوق، وكويس ان انت تكون من الناس المبادرين في ذا المجال، ترى شيء بيضيف لك قوه كبيره. كويس. والتخصص الاعلام يعني ايش زي ما قلت لك، شوف الاعلام هوايه، اذا انت تهوى اعلام وتبغى تتخصص وتفهم كل تفاصيل الاعلام ادخل اعلام، تخصص اعلام. اذا تبغى تعرف التفاصيل وكل شيء الاشياء الدقيقه جوه الاعلام، المصطلحات، الاجهزه، كيفيه التقديم، وقوف امام الكاميرات، هذه الاشياء كلها التفاصيل، انا اقول لك تخصص. لكن اذا لا انت ماخذ الاعلام والله هوايه واحب اقدم واحب تخصص ثاني، لا ادخل التخصص اللي انت تبغاه والاعلام خليه على جنب هوايه. يعني ان في ناس كثير تلاقي مثلا تخصصه هندسه ولا طب ولا رياضيات ولا شيء ويقدم، تلاقي في الظهر في وظيفه موظف وفي الليل يروح يشتغل اعلام وبرامج ويقدم كل شيء، ولا ياثر على لا لا ابدا ما ياثر، اذا انت ضبطت الجدول وعرفت وضعك وكل شيء ابدا ما ياثر عليك اي شيء. يهو انت لا والله انت مره مالك في الرياضه، كوره ما انت قاعد تمسكها. رجال لا احد يلعب بالكوره، خلاص جات الكوره اسلم. انا غلطان اني جبتها لك، انا اسف لو اني عاقلك خليتها. ارجع سعدان شوي. ناصري يا ناصر اكوي، يا ناصر ناصري يا ناصر رجلك اكوي يا ناصر. اي يلا اكوي يا ناصر. لا مو قبل ارسال واحد، لا ثلاثه، لانه حتى انت جوا لازم في الارسال اتكلم، لازم تعدي الخط بعدين سوي، لكن في اللعبه العادي ممكن تدخل. ما ادري اذا عيد عاده. لا لا ما في تتعلم هناك، لا لا عاده بيتكم تعلم، ما عندي عاده. ناصر يا ناصر حق خبر يا ناصر. والله لا اوريك يا سعدان. ولد واحد، ليش تخرون ليش تخرون ليش تخرون؟ واحد ثلاثه انت ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. فرنتي فرنتي هنا، الله يعين الله يهين. ايش ينفع الأمس؟ والله لو شافك أبو سندس الوادي حي الوادي. وين حاط المايك؟ هاي حكم. العب العب رجله برا برا. أربعة أوت. أربعة أوت. لا إله إلا الله. دقيقة حاط المايك دقيقة. يا أخي يا أبوي أربعة اثنين أربعة أربعة ثلاثة 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 هنا أنا جيت هم اثنين أربعة بس والله هذا الإعداد خمسة راشد ذك الشباب دي راسك وقف هناك تسي كذا كلك سيارة شوف ثلاث لمسات ترى دير ثلاث لمسات خمسة اثنين ها خمسة اثنين ثلاثة ستة اثنين ستة ستة اثنين. ايش الفريق النايم ده؟ ما لكم العبوا تحت طبيعي الاولى لي الاولى لي خلوها لي يا جماعة اكويك علي 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 اكويك والله مجلس الله اكويك سبعة اثنين علي 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 احلق لك شاربك ابراهيم شاربك احلقها شاربك احلقها سبعة اثنين ممنوع الكلام مع الخصم اكويهم ابراهيم ابراهيم سبعة ثلاثة يلا سبعة ثلاثة حواسي هذا سبعة تعال تعال كور ثمانية ادي كورة هنا كورة هنا شكرا وين هنا عندي الدنيا سيب 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 ثمانية ثلاثة واو تسعة أخير ثلاثة أخير ثلاثة أكوي كل روحك أول أربعة أخير أربعة أربعة أخير أربعة أخير ألعب ثلاثة ناصر ثلاثة 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 شكرا لا سيب أخيرة خمسة لا ندل أخيرة خمسة لا ندل لاين ورا الخط ورا الخط السادة برا عشان لا يقول لك الله برا اللي بعده اللي بعده اللي بعده
عبد الله اللي بعده وانا وسام. الواحد يتكلم او يفتح فمه او يعلق على الاخر او يتنفس يخرج برا. لا والله انت والله يا حبيبي يا الله محمود والله بكتني ضحك انا ما اقدر اصبر يا علي اسلم يا بنت انت اكثر واحد تعب محمود انا لعبت انا اقول اطلع يعني اطلع اي والله لعبت تعال تعال يا شيخ يا عطيم رساله رساله واحد يلا معك 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 كنو كنو حلوين شباب حربي يلا اللي منطقة خلفية السلام عليكم حربي. والله ما شاء الله اثنين واثنين صباح واحد صحيح اي شيء اي شيء بس لو سبتها لا 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 برا يا حربي مشكلة حربي واقف على الخط لا يا ربي اثنين صفر انا اصبط واحد لا 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 ما في يلا 2-1 معلش واحد سامي انت حطيت يدك كذا ولو قدمتك كان محسوب عليك خلاص العب ثلاثة ها ثلاثة ينفذ يدك هلا 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 ما عليكم شباب انتم اللي فايزين بإذن الله مود 4-1 يلا 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 نصيحة واحد يستقبل الاعداد هنا ما عليك معلش استقبال حسن ركز شوية تعال هذا سد ها 4-1 كلكم طالعين كيف صح قوي قوي يلا 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 لو كذا لو كذا روح يا هيا هيا الليل روح يا شيخ 5-2 ها روح يا شيخ يقول روح ريح يا طول 2-5 روح يا شيخ والله من عبده ما انتبهت انا يلا 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 مالكش علاقه لا 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 مالك علاقه حكم 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 5-2 لا تعالي خليك فيه ايش يقول لك يا اخي يقول لك حرق اعصاب اشتغل في الفحم قسم الفحم سلام حمود ليش حمود؟ سلام عليك. 5-3 صح صح. 5-3 يلا يلا يلا. الله أكبر. يعجبني. أخرت شوية. النتيجة النتيجة دقيقة النتيجة. 6-3 ما لك شعر أجل. 6-3 يا علي. يا علي. يا حمود. ألعب مع خويك. لا ادي ستارت يلا تمام 7-3 واحد ينادي شيء ادعس 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 يا زين لا 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 لعب باخر يلا ايوه كويس سبعة كل ما واحد عمر سبعة أربعة ما في سبعة بلعب في كلمة ثانية سبعة خمسة ارسل صوت على اساس 7-5 جنبي عيال جنبي دقيقه وقف 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 ايه 7-5 لا والله ما العب انا والله ما العب الشرط شرط قول له لا تبى العب انا لا بس ترى كل هدف يرجع لي يعلى لا عبي 8-5 روح 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 بعيد روح كم الان 8 يا حكم حكم لا نبيك نبيك تعال تعال نلعب زي يا حكم حكم 8-5 يا حكم 8-5 لا عندك انا رساله من هنا عندك 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 والله كره موجوده حكم في شيء جينا سام سام سريع سريع هاي حكم هدد هاي حكم هدد يديك العافيه 8-5 5 تكفى معليش شباب اللي تو خطا العب 8-5 اضمن اضمن تكفى يا حبيبي عليهم 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 مباراة كبيرة كما تشاهدون لاين خط خطه لاين 9 هو في خط اصلا كم هي في واضح بس هو ما هو مو اضمن تكفضمن والله صدقني ما ادري اضمن معاك صح كلامك صح غير 5 كيف الترتيب كيف ترتيب غير 5 هيا مضغوط اضغط يا حسن انت بعمر اضغط المضغوط والله حسن يا عيال اضغط المضغوط الله يجلد اضغط المضغوط استقبل من بدري والله يا ذا يروع سيبه سيبه والله لا رد غير 5 احنا نلعب بس هدف انا في ضربه كذا اي يا جماعه
لا سبعة ابغض المظلوم هذول سبعة حبيبي اضمن يا حبيبي اهم شيء اضمن يا راعي عد عد اضمن خلاص 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 يعني انا مانع قطعات ادري عنهم ما بنخرج يا اخي حكم هذا ابراهيم هذا هذا فرصه هذا المضغوط وكم سلمك بس ودي امقل حكم وحكم فرق تعال ثاني انا حكيت على ما بدي بس خلي العب بالله العب لحالك وكترت من الوين يتعلم صفر صفر وبدايه مباراه جديده ميثان بسم الله نبدا غلط غلط هنا 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 خلها في يدك راشد كسب ارسال صفر صفر مباراة كبيرة كما تشاهدون ايش يقول هذا؟ ايش يقول هذا؟ سمعت ايش يقول؟ ضد راشد الدوسري علي السعدي كبيرة يلا يا ناصر يلا يا ناصر حلو واحد صفر خلينا نرد واحد صفر ها والله شنو لا هو غيرها صدته انا واحد 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 خطأ خطأ هذه برا لا تحاول تشوش على الحكم ولي الله لك وحش يا حبيبي كيفك؟ هلا والله فيك شيء تعبان مريض؟ بس لا باس يا ابوي لا باس يلا 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 ها مرة ثانية لا تلعب إلا بقرار الحكم لا أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم بك أستغيث فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
انتظر.